الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، اشرحي لنا كده الجو عامل ازاي بكرة في مصر؟ هو طبعا يا استاذه لميس، زي ما حضرتك ذكرتي احنا فعلا بدانا من اليوم حاله من عدم الاستقرار. بدات طبعا بنشاط رياح مثير للرمال والاتربه، وصلت لحد العاصفه على بعض المناطق من الغربيه، وانخفضت معاها الرؤيه الافقيه بشكل كبير على المناطق الصحراويه والطرق السريعه والصحراويه. ده هيستمر معانا ان شاء الله غدا الاربعاء، هتشمل هذه الرمال والاتربه المثاره معظم مناطق الجمهوريه الرؤيه الافقيه بشكل كبير. طبعا هذه الحاله من عدم الاستقرار هيصاحبها نشاط رياح جنوبيه غربيه، هتجلب كتل هواء ومحمله بالرمال والاتربه من الصحراء الغربيه. ايضا ده بيؤدي لاضطراب كامل في حركه الملاحه البحريه. ارتفاع الموج متوقع يصل غدا الى 5 امتار، وعشان كده طبعا تم اغلاق بوغاز اسكندريه بسبب ارتفاع الامواج. النهارده كان 4 امتار، وبكره المتوقع يصل لخمس امتار ويؤثر على كافه المدن المطله على البحر المتوسط. طبعا مع هذه الحالة أيضا هيبدأ يكون في سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية، هتشمل مطروح، الأسكندرية، بلطيم ورشيد، يعني مدن مطلة على الساحل الشمالي من كفر الشيخ والبحيرة، وأيضا دمياط وبورسعيد والعريش ورفع، أمطار متوسطة الشدة. بالنسبة لمحافظات جنوب الوجه البحري وبعض المناطق من القاهرة الكبرى قد تشهد أمطار خفيفة مع نهاية اليوم غدا بعد الرمال والأتربة، لكن فرصة حدوث الأمطار بالنسبة للقاهرة الكبرى تحديدا فرصة ضعيفة جدا، حوالي 20% فرصة حدوثها، فهي أمطار خفيفة إن حدثت على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. لكن التأثير الأكبر هيكون لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على معظم مناطق الجمهورية. يعني بكرة يوم مترب وممطر على السواحل ومترب على القاهرة والجيزة، طب والصعيد بقى ومحافظات الوسط؟ شمال ووسط الصعيد وجنوب الصعيد ايضا هيتاثروا بنشاط الرياح المثير للاتربه، فهي معظم مناطق الجمهوريه تتاثر بالاتربه غدا. لكن بالنسبه للامطار هتكون اكثر تاثيرا على السواحل الشماليه وشمال الدلتا، وطبعا اضطراب الملاحه البحريه سواء البحر الاحمر او البحر المتوسط، فنقدر نقول ان كل عناصر حالات عدم الاستقرار متوفره غدا، لكن بتختلف من منطقه لاخرى. ذروه النشاط الاتربه هيكون الساعه كام تقريبا يا دكتوره؟ يعني فترة الصبح لغاية الظهر تقريبا، من بعد العصر تبدأ تتحسن طبعا الرؤية الأفقية، تبدأ تهدأ سرعات الرياح، لكن هي فترة الصباح حتى بعد الظهر ده اللي هتكون فيها تعتبر ذروة نشاط الرياح على معظم المناطق. تنتهي هذه الموجة امتى؟ هي ان شاء الله مستمره معانا غدا فقط الاربعاء، لكن بدايه من يوم الخميس هيبدا يكون في استقرار تام في الاحوال الجويه، هدوء في سرعات الرياح، عوده الملاحه البحريه الى طبيعتها، وطبعا انعدام فرص سقوط الامطار، والشبوره المائيه ترجع تتكون مره اخرى في الصباح الباكر مع استقرار الاحوال الجويه. وايضا هيبدا يكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره والتدريجيه بحوالي من درجه لدرجتين طبعا خلال الايام القادمه اعتبارا من يوم الخميس القادم ان شاء الله. فاحنا بنقول لكل الناس اللي على الطرق الصحراوية، لو انت ما عندكش سفر ضروري يعني يا اما تقود بحذر يا اما ما تسافرش، لانه ده حقيقي فعلا، لان فعلا الطرق الصحراوية تحديدا هتنخفض فيها الرؤية بشكل كبير، فلو فعلا ما عندناش حاجة ضرورية يفضل ان احنا نأجل السفر ليوم الخميس، او طبعا القيادة تكون حذرة جدا وبهدوء تماما على المناطق الصحراوية. شكرا دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.